هذا وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بيومها الوطني إحياء لذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 71. المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد. 2 ديسمبر من عام 1971، يوم يشهد له التاريخ المعاصر، يوم خط بحروف الاتحاد وبناء نهضة بلد اختارته الأمجاد ولم يخترها. هو يوم احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها. كانت البداية عام 1968 عبر اتحاد إمارتي أبوظبي ودبي، ليمثل اتحادهما خطوة أولى لاتحاد أكبر وأشمل في حراك قاده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حيث تجاوبت لأصداء هذا الاتحاد جميع الإمارات وخفقت له مشاعر شعب الخليج بأكمله، وإدراكاً لعظم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية عقد حكام إمارة أبوظبي ودبي وأم القيوين والشارقة والفجيرة وعجمان العزم على نسج موقف سياسي مشترك يكون منهجاً للمستقبل، ليبصر الاتحاد النور عام 1971 فيما انضمت إليهم إمارة رأس الخيمة في العام التالي. وقد تم في هذا اليوم المبارك التوقيع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وإذ نزف هذه البشرى السارة إلى الشعب العربي الكريم، نرجو الله تعالى أن يكون هذا الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد الأسرة من الإمارات الشقيقة التي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على هذا الدستور. ومنذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحاضر تواصل دولة الإمارات سعيها الدؤوب لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين للشعب الإماراتي الشقيق بجهود يشهد على فاعليتها القاصي والداني. راحت تحقق بثقة قفزات نوعية في شتى مجالات الحياة وفقاً لخطط طموحة بأفق واسع ومتجدد قام على تنفيذها مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان، واستمر على الدرب من بعده الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة. ورغم تمتع كل إمارة بخصائصها المميزة ووجودها الخاص، إلا أن هذه الإمارات السبع تتحد في سعيها لتحقيق هدف مشترك ومواجهتها لمصير واحد. ولعل ما يميز هذه الدولة الفتية هو ما تتمتع به من قيادة مستنيرة وطبيعة متميزة يختص بها شعب الإمارات، بالإضافة إلى مفهوم التسامح الذي يلخص روح هذه الدولة، فهي خليط متجانس ما بين القيم التقليدية الشرقية من ناحية والتكنولوجيا الغربية الحديثة من ناحية أخرى. تنصهر في بوتقتها العديد من الثقافات والجنسيات التي تعيش وتعمل معاً بانسجام وتناغم، متمتعة بمستوى معيشي يضاهي مستويات المعيشة في أرقى دول العالم، ما يسطر نجاحاً يعد من أبرز قصص النجاح التي تحققت في القرن العشرين. 46 عاماً من الاتحاد، وما تزال الإمارات واحة للسلام والرخاء والتقدم، حتى باتت محط إعجاب وتقدير من جميع دول المنطقة والعالم.